أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع الرابع عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الرابع عشر. كونوا معي. سنكتب في الفن المناظرة. قبل أن نكتب في المناظرة علينا أن نتعرف جميعاً ما هي المناظرة. المناظرة هي فن نثري يقوم على أساس برهنة صحة رأيك وضحض الرأي الآخر. سنقوم بإعداد مناظرة لمناقشة قضية السبب في تفكك العلاقات الأسرية يعود إلى شبكات التواصل، حيث سنشكل فريقين، فريق يؤيد وفريق يعارض، ونجري المناظرة أمام طلاب الصف، نراعي لغة الجسد، تعبيرات الوجه، الصوت بما يتناسب مع أغراض الحديث والمشاعر، وطبعاً سأكون أنا حكماً بينكم. نسجل تصويت طلبة الصف على الفريق الأكثر إقناعاً. هنا سأضيف أيضاً أمراً مهماً، أن في كل مجموعة سيكون قضية تختلف عن المجموعة الأخرى. من أهداف المناظرة تعزيز ثقافة الحوار الهادف، تبادل الآراء بموضوعية بعيداً عن التعصب والانغلاق على وجهات النظر الشخصية. بعد ذلك سنتحدث وسندير ندوة. الندوة من آدابها التزام الوقت المحدد للتحدث، وأيضا كيف تكون مبادرا. هل سبق لك أن شاركت في عمل تطوعي؟ هل اكتشفت ذاتك أو شغفك في العمل التطوعي؟ هنا نلاحظ عزيزي الطالب، سنستخدم الصور لنعزز المفهوم، مفهوم إدارة الندوة، ومن ثم سننتقل إلى التطبيق. الندوة عزيزي الطالب هي حلقة نقاش مخطط لها مسبقا، يجتمع فيها عدد من الأشخاص بإدارة شخص متمكن لمناقشة موضوع محدد وتحقيق أهداف معينة ذات قيمة للحضور. عناصر الندوة: ميسر الندوة، الحضور، المشاركون، والموضوع. ولها شروط: أن يشارك أفراد المجموعة في انتخاب ميسر الندوة وهو الرئيس. نتقمص دور ميسر الندوة إذا وقع علي الاختيار، وأنظم أدوار المشاركين. أشارك أفراد مجموعة النقاش موظفاً خبراتي وتجاربي الشخصية لموضوع التحدث. يمكنني الاستعانة بعرض تقديمي يوضح محاور الندوة ويعرف بالمشاركين لشد انتباه الحضور وتشجيع متابعتهم ومشاركتهم الفاعلة. بعد ذلك سننتقل إلى نص، أبيات من الغزل العذري، وهي أبيات لأبي صخر الهذلي: أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذعر. أيضا سننتقل إلى أبيات للصمة بن عبد الله القشيري. أيضا سننتقل إلى أبيات لعبد الله بن الدمين. بعد ذلك سنتعرف إلى الشعراء الموجودين والمذكورين وإلى عصر كل منهم. سنتعرف أيضا إلى الغزل العذري العفيف، وكيف يبين صدق الشعراء ونبلهم وتساميهم في الحب، لما تكشف عنه من حالة العشق النفسية، تواصل مع الموجودات من حوله ورغبته في وصال محبوبته، أثر الفراق في نفسه وجسده.
وأيضا سندخل في تفاصيل أبيات كل من شعرائنا. هذا عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع 14. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم.